قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بندعو لإخواننا وحببنا مرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت هدى المصري والشيخ شيخنا أستاذنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، الأستاذ ياسر الهواري، الحاجة خيرات، الحاجة سعاد عصر، الدكتور سامي اليوسف، ابنتنا أو بنتنا الغالية براءة، ربنا يشفيها ويعفو عنها يا رب العالمين، الحاجة نحمده سيد محمد، الأستاذ إيهاب الطهري والأستاذ أمير الطهري، والدة الأستاذ عمرو رفعت، الأستاذ حمزة إيهاب، شيخنا الحبيب أبو زر القلموني، الحاجة هدية أحمد، مدام حسناء، الطفل عبد الله عمر، الأستاذ علي بكري علي، حاجة أحلام حسن، الحاجة ليلى حسن، الحاجة نبيل فارس، جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. ندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة بسيمة حسن، الحاج إبراهيم عليوة والحاج جمال حسن والحاج عادل الفواخري والحاج أنور كمال أبو السعود والحاج محمد مصطفى الكراي والأستاذ عطية عبد السيد وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. بحبكم في الله، تعالوا نبدأ لقائنا لنادي، وإن شاء الله النهاردة في يعني غضون الحلقة إن شاء الله هنعلن عن أسماء المتسابقين او المتسابقين ان شاء الله اللي هم فازوا بالجائزه بتاعت الاسبوع دوت. في السؤال، ايه الحاجه التي ستكون سببا في خروج المسيح الدجال؟ واحنا قلنا هنختار اول اجابتين يعني من الاجابات الصحيحه ان شاء الله، وفعلا تم الاختيار، وهنشوف دلوقتي الاسماء وهنعرف ان شاء الله اسماء الفائزين في غضون الحلقه. كل اللي طبعا دروس رحله الدار الاخره من كتاب رحله الى الدار الاخره. اتكلمنا في الحلقه الماضيه وقبل الماضيه عشان اللي يعني ما لحقناش يعرف كده مختصر سريع كده، اتكلمنا عن أشراط الساعة الكبرى، قلنا انها بتتتابع بسرعة شديدة جدا جدا كلها ورا بعضها زي العقد كده لما بينفرط حباته يعني بتجري ورا بعض بسرعة، دي علامات الساعة الكبرى. عرفنا ان المسيح الدجال وعرفنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وايه سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم، وقلنا انه اكبر فتنة منذ خلق ادم عليه السلام والى ان تقوم الساعة، وده مش كلامي، ده كلام حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان من أدلة قرب ظهوره يعني انا يعني في ناس طبعا خلطوا بين أدلة قرب ظهوره وبين سبب ظهوره، سبب ظهوره ده حاجة تانية خالص غير أدلة قرب ظهوره، ان يعني قلنا ان يهجر الناس ذكرى المسيح الدجال. اتكلمنا في الحلقة قبل الماضية عن صور من فتنة الدجال، اتكلمنا عن جنته وناره اللي النبي وصفهم صلى الله عليه وسلم وقال ان جنته نار وان ناره جنة، وان اللي هيرمي نفسه في نار الدجال فهي عين الجنة، واللي هيرمي نفسه في جنة الدجال فهي عين النار. واتكلمنا عن سرعة انتقاله بين البلدان بسرعة عجيبة جدا اسرع من سرعة الريح. ثالث حاجة اتكلمنا عن استجابة السماء والارض بامره، بيأمر السماء فتمطر ويأمر الارض تخرج الزرع والخضرة والفاكهة، ويأمر الارض ايضا والارض الخاربة اللي هي تخرج الكنوز بتاعتها فتخرج الكنوز وتتبعه، ويعني فتنة كبيرة جدا جدا. وقلنا ان هو بيستعين بالشياطين وهيجيب واحد من الاعراب ويقول له ارايت لو احييت لك اباك وامك اتؤمن بي، فيعني يتمثل شيطانان على وجه على صوره والد هذا الاعرابي وعلى صوره امي، والاثنين هيقولوا له اتبعه يا بني فانه ربك، فدي فتنه كبيره جدا. واتكلمنا عن خامس فتنه ان هو يقتل شابا ثم يحييه باذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الشاب طبعا هو اللي يعني ايه هيقول للناس هذا هو المسيح الدجال الذي حذرنا النبي منه صلى الله عليه وسلم.
وفي النهاية هيلقيه المسيح الدجال في النار بتاعته، ويظن الناس أنه دخل النار في حين أنه دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الشاب كما عند مسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وقلنا أن من عظم فتنة المسيح الدجال ما فيش نبي جه على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأنذر أمته من فتنة الدجال. وقلنا كون إن كل نبي بيجي فبينذر قومه من فتنة المسيح الدجال، هل ده معناه إن المسيح الدجال كان موجود فعلا منذ زمن هؤلاء الأنبياء جميعا فحذروا، أم أن المولى عز وجل أوحى إلى كل نبي أنه يحذر أمته من فتنة الدجال حتى ولو لم يوجد الدجال إلا في زمن النبي؟ قلنا هذه المسألة ليس عندنا فيها نص صريح يوضح هل المسيح الدجال موجود منذ زمن آدم عليه السلام أما أنه موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقينا بورود الأحاديث أنه موجود منذ زمن النبي. قبل كده بقى كان موجود ولا لا ما نعرفش، ما عندناش نص يوضح هذه المسألة. أما وجوده في زمن النبي فيكفينا في هذا الدليل الحديث الذي رواه مسلم في قصة الجساسة لما تميم الداري راح للنبي وحكاله قصة أن هم شافوا الجساسة ودلتهم على الكهف أو الدير اللي فيه المسيح الدجال، وقابلوا المسيح الدجال واتكلموا معاه وشافوه وكان من أعظم الناس خلقا، حاجة ضخمة جدا جدا وشكله مرعب جدا، ووصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي على هذا الوصف وفرح جدا وقال للصحابة: مش هو ده الوصف، يعني فيما معنى الكلام مش هو ده الوصف اللي أنا وصفت لكم به المسيح الدجال، فأنا سعيد جدا أن الوصف اللي وصفت لكم وافق الوصف اللي وصفه تميم الداري. فهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلمنا عن مكان الدجال ليس تحديدا ولكن يعني في حدود المعلومات التي وردت في الأحاديث في قصة الجساسة اللي ذكرناها في المرة السابقة. تعالوا نكمل الموضوع، وقلنا المرة اللي فاتت وعلقنا حبيبنا كده في حاجة مهمة جدا، لكن قبل ما نبدأ الموضوع عشان برضو أنا وعدت وأقسمت بالله لكل حبيبي أن أذكر بعض الأسماء سريعا سريعا في دقيقة واحدة كده، أسماء الذين أخواتنا الأفاضل أو الفضليات الفاضلات اللي جددوا البيعة مع رسول الله ولبس الحجاب. الأخت مريم وشيماء بتقول: لقد من الله علي وعلى أختي بالنقاب. الأخت وفاء سعيد سعد الوصابي من اليمن. الأخت أم خالد من السعودية، وأم يوسف وأم علي من الأردن، وياسمين من سوريا، وأم كريم وزينب عزيزي من سوريا، وإيمان علي من الفيوم، وفاطمة من الأردن، وهناء من الشام، وأم محمد من السودان، وراجية حب الرحمن، والأخت هبة هلال، والأخت أم حبيبة، والأخت أم مصطفى، وبنت الإسلام رؤى أيمن، وحنان أم محمد ويوسف، والأخت أم حسين، وفيها عين من سيوة. ويعني ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. وكل حلقة كده إن شاء الله نذكر حوالي 10 أسماء حتى لا نطول على حضراتكم. تعالوا نكمل موضوع. إحنا المرة اللي فاتت يعني نوهنا وشدنا يعني أذهان المستمعين، لأن إحنا هنتكلم في المرة القادمة اللي هي النهاردة إن شاء الله عن واحد كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يشك هل هذا الرجل هو المسيح الدجال بالفعل ولا مش هو، وكتير من الصحابة كانوا يشكوا هل هذا الرجل فعلا هو المسيح الدجال ولا لا، لدرجة إن هتشوفوا دلوقتي من ضمن الأشياء اللي هتورد معنا إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلس مع النبي مصطفى عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقسم بالله إن هذا الرجل هو المسيح الدجال ولا يكذبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه. طبعا النبي لم يوحى إليه شيء في شأن هذا الرجل بالذات. هذا الرجل اسمه ابن صياد أو ابن صائد، هو اسمه أصلا صافي ابن صياد أو عبد الله ابن صياد باختلاف الروايات. رواية تقول إن اسمه صافي وروايات تقول اسمه عبد الله. بصرف النظر هو في النهاية ابن صياد، عبد الله ابن صياد أو صافي ابن صياد، فشهرته ابن صياد. ابن صياد ده حقيقة كل الأوصاف تقريبا أو أغلب الأوصاف التي وردت في شأن المسيح الدجال كانت تيبيكال، يعني كانت كأنها كبي كده ولا كوبي، يعني صورة طبق الأصل من المسيح الدجال. لدرجة النبي يعني فعلا لأنه لم يوحى إليه شيء في شأن ابن صياد ففعلا النبي شك فعلا أنه هو المسيح الدجال، وبدأ النبي يستخبر ويحاول أنه يشوف الراجل دوت فعلا هل هو المسيح الدجال ولا لا. طبعا صافي ابن صياد ده كان من يهود المدينة وكان صغير جدا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الإمام النووي
بيقول لك ان العلماء قالوا قصة ابن صراط دي مشكلة، وامرهم مشتبهم في انه هل هو المسيح الدجال المشهور ام غيره، ولكن لا شك بنقطع يقينا في ان ابن صراط كان دجالا من الدجاجلة. واضح؟ يعني هو الاختلاف في انه هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو، لكن يقينا هو دجال، دجال من الدجاجلة اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان احيانا طبعا كان بيكذب كثير جدا جدا، وكان بيتكهن، احيانا يصدق واحيانا يكذب، وكان امره عامل مشكلة عجيبة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى اليه اي شيء في شأن ابن الصياد، ولا ذلك كان متوقف اترى هو الدجال ولا مش هو الدجال. في علامات كتيرة جدا وشبه كبير جدا بينه وبين الدجال، لكن النبي مش قادر يقطع لان الوحي منزلش وقال له ابن الصياد هو المسيح الدجال. خد بالك بقى، حب النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حصلت بقى مشكلة في المدينة، الصحابة انقسموا إلى قسمين، قسم يقول والله هو الدجال، وقسم تاني يقول لا هو مش الدجال. يا جماعة ده تميم الداري وقصته معروفة جدا، ولما راحوا شافوا الجساسة والحديث رواه مسلم، والجساسة خدتهم على الدير وشافوا المسيح الدجال وقعدوا ولقوه متكتب بسلاسل كبيرة جدا ضخمة جدا، وان هو في حاجه معينه او سبب معين هيخرجه. وبعدين يعني وجود الدجال ما دام ظهر يبقى لابد وراه مباشره لابد يكون سيدنا عيسى عليه السلام موجود، لابد ان ينزل عشان يقتل المسيح الدجال، وده خلى المساله مفتوحه كده يعني ما حدش قادر يقطع. لكن سيدنا عمر بن الخطاب من شده الشبه العجيب اللي كان بين ابن الصياد وبين الدجال كان بيقطع وكان يقسم ان هو ده الدجال. سبحان الله، طبعا حصل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، منهم اللي يقول ده الدجال ومنهم، فالنبي حب يقطع الشك باليقين، قال نروح نشوف كده الراجل ده بيقول ايه، نشوف احواله، طب نحاول بقدر الامكان ان احنا نروح كده ايه خفية من غير ما يشعر هو عشان نعرف هل هو فعلا الدجال ولا مش هو الدجال. الحقيقة الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، ان عمر بن الخطاب، وبحاول بس اذكر الحديث دي ببساطة شديدة عشان امهاتي حبايبي وتاج راسي اللي قاعدين قدامي دلوقتي يفهموني، وتبقى المسألة بسيطة جدا بالنسبة لهم، ويبقى المسألة واضحة، مش عايز حد يكون بيسمع الحديث اللي بذكره يكون مش فاهم حاجة، انا بذكر الامور ببساطة شديدة جدا. ان سيدنا عمر بن الخطاب انطلق مع النبي في مجموعة من الصحابة لحد ما وصلوا للمكان اللي كان فيه ابن صياد، وكان بيلعب مع الصبيان، كان لسه صغير شويه، كان بيلعب مع الصبيان، وبعدين وكان قارب سن البلوغ، فالنبي قرب منه، وبعدين هو النبي راح جاي له من ورا وراح خبط على كتفه كده، فدور فشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن صياد: اشهد انك نبي الاميين. وبعدين في لحظتها راح ابن صياد متجرئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بقى ايه، قال له: اتشهد انت اني رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: امنت بالله وبرسلي. يعني لا يخفى علينا رسل الله سبحانه وتعالى، والنبي هو خاتم الانبياء، فكيف يكون ابن صياد يدعي انه رسول؟ فبيقول للنبي: اتشهد انت اني رسول الله؟ فقال النبي: امنت بالله وبرسله سبحانه وتعالى. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: ماذا ترى؟ انا عايز اعرف انت بتشوف ايه؟ خد بالك، تعرف لما تقف قدام انسان تحس ان هو مهووس، عنده ربع ضارب وربع تاني بيشاور عقله، واخد بال حضرتك؟ فانت عايز تعرف هو بيفكر في ايه؟ احيانا تقف قدام انسان بالمنظر ده تحس انه مش طبيعي، فتقول له: انا عايز اعرف انت دماغك رايحه فين؟ بتفكر في ايه؟ طب انت شايف ايه؟ واخد بالك؟ فتبتدي تسال، وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، انه حاسس ان الراجل ده مش طبيعي، فيقول له: ماذا ترى؟ فقال له: ياتيني صادق وكاذب. يعني بالبلدي كده بيقول كلام اي كلام، يعني بيهلوس. فقال النبي: خلط عليه الامر. هيلخبط بقى وخلاص ومش ايه ومش هنعرف من ناخد منه كلمه نقدر ان احنا ايه نقف بيها على حقيقه الامر. قال الامر اتلخبط بقى، يعني هو اتخلط على الامر ومش عارفين ايه، مش عارفين ناخد منه ولا كلمه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اني خبأت لك خبيئا، انا مخبي لك مفاجاه، اتدري ما هو؟ فقال ابن صياد: هو الدخ. الدخ يعني مختصر الدخان. فقال النبي: اخسأ فلن تعدو قدرك. هو عايز يتريق، يعني عايز يتريق على كلام النبي، لان النبي طبعا اخبر ان من ضمن علامات الساعه الكبرى الدخان، فهو بقى بيتريق عايز يقول له: انت خبيت لي بقى الدخان علامه من علامات الساعه الكبرى، ولا الى غير ذلك من المعاني التي ذكرها عدد من العلماء. فالنبي قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك.
فسيدنا عمر بن الخطاب لما لقى ابن صياد بيتكلم بجرأة قوي مع الرسول، وانت عارف سيدنا عمر طبعا لما كان يلاقي حد بيتجرأ على النبي كان لا يسمح ابدا، مش ممكن يسمح لاي حد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. ايه معنى الكلام ده؟ بيقول له لو كان دوت المسيح الدجال يا عمر فلا خير لك في قتله، لان انت لن تسلط عليه، فلن تسلط عليه ان يكنه، لو كان هو المسيح الدجال، ما انت عارف يا عمر رضي الله عنه وارضاه، انت عارف ان اللي هيقتله مين؟ لا انا ولا انت ولا اي حد، اللي هيقتله هو سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. يبقى لو كان هو ده الدجال فانت خد بالك، ده ربنا اخبرني بان محدش هيقتل المسيح الدجال الا سيدنا عيسى عليه السلام. ولو ما كانش دوت الدجال فلا خير لك في قتله، هتقتله تعمل بايه؟ واضح المعنى؟ شوف يا اخي، شوف القسط والعدل، شوف قد ايه رغم ان النبي شاف هذا الرجل بيتعامل مع هذه المعامله الغير يعني محترمه وبيتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام باسلوب جريء جدا، ورغم ذلك شوف يا اخي العدل والقسط والانصاف، انه ما حملوش عداء يعني عداء لهذا الرجل، او ان هو بيشك في هذا الرجل هل هو المسيح الدجال ولا لا، ما حملوش هذا الشعور بانه يظلم هذا الرجل او انه يسلط عليه سيدنا عمر يقتله ويريح منه البلاد والعباد، ابدا ما عملش كده. قال له ان يكنه فلن تسلط عليه، لو كان هو ده المسيح الدجال فمش انت اللي هتقتله يا عمر، اللي هيقتله سيدنا عيسى عليه السلام كما اخبر النبي في احاديث كثيره جدا. وان لم يكنه، لو ما كانش هو المسيح الدجال هتستفيد ايه من قتل واحد زي ده؟ طيب تعال نشوف بقى في روايه ثانيه، راح النبي قايل ايه لابن الصياد؟ قال له ما ترى؟ المره الاولانيه لما قال له انت بتشوف ايه؟ قال له أرى كاذبا وصادقا. فالنبي قال خلط على يعني اتلخبط، واخد بالك؟ هذه المرة دي بيقول له إيه؟ بيقول له ما ترى؟ فقال أرى عرشا على الماء. أرى إيه؟ عرشا على الماء. فقال ترى عرش إبليس على البحر؟ خد بالك، لأن أنت عارف إن ثابت في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يرسل سرايا، الى اخر الحديث اللي انت عارفينه. يبقى عرش ابليس منصوب فين يا جماعه؟ على الميه، موجود على الميه. فالنبي لما بيقول له ماذا ترى؟ قال ارى عرشا على الماء. فكون ان انت شايف عرش على الماء، فالنبي عايز ايه؟ يقول له ايه؟ انا فهمت انت قصدك ايه؟ انت شايف عرش ابليس؟ شايف عرش ابليس؟ وما ترى؟ شايف ايه تاني؟ فقال له ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا. برضه هيلخبط تاني والدنيا خلطت معاه، وربع التالت ضرب بالفعل يعني، واخد بال حضرتك؟ فقال النبي لبس عليه، سيبوه دعوه خلاص بقى، ما دام هو لبس عليه يبقى مش هنعرف ناخد منه كلمه نعرف من خلالها اذا كان دوت فعلا هو المسيح الدجال ولا لا. طيب حديث ثاني عند البخاري عن ابن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد. اراد النبي عليه السلام ان يجي له كده غفله كده من وراء من غير ما هو يعرف ان النبي واقف وراه، فحب يسمعه، فلقى عمال بيدندن ببعض الكلمات، عمال بيكلم نفسه، ما بقول لك مش ربع واحد ضارب، ده ثلاث ارباع ضاربين، فعمال يكلم نفسه، عمال يقول كده، عارف زي ما يكون واحد قاعد ايه بيدرش مع نفسه، عمال بيقول يا سلام لو رحت السنه اللي جايه في المكان الفلاني وعملت كذا، بيكلم نفسه بس الصوت عالي شويه. فالنبي حب يسمعه، بيقول ايه؟ فقرب النبي من ورا نخلة كده عشان يسمع ابن صياد بيقول ايه. مين اللي شاف النبي بقى؟ ام ابن صياد، خد بالك، شافت النبي فراحت منادية على ابنها وقالت يا صافي، اللي هو ابن صياد، هذا محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فرح ايه ابن صياد؟ راح متنرفز كده ان النبي عايز يسمع يشوفه بيقول ايه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركته، لو تركته لبين، لو امه كانت سابته يتكلم بس ويكمل الكام جمله اللي كان بيقولهم كان اكيد هيبان اذا كان هو ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. في روايه ثالثه، وش هكتر عليكم في الروايات دي كلها، لكن في روايه ثالثه رواها احمد بسند صحيح، يبقى احنا كده عرفنا ان النبي لحد هذه اللحظه يا جماعه هو في شك، يا ترى ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ طب ليه النبي عايز يعرف؟ ما اصل خد بالك، ما هو النبي في حديث ثاني قال ان دي اكبر فتنه موجوده على وجه الارض، فتنه المسيح الدجال ما بين خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعه فتنه اكبر من الدجال، او امر اكبر من الدجال. فحب النبي يعرف، لان لو كان ده الدجال النبي قال في حديث ثاني قال ايه؟ فان يكن بينكم، فان اكن بينكم فانا حجيجه، انا بقى اللي هقف وايه
ويعني واقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا احميكم بفضل الله وباذن الله من الدجال. ما قالش ان انا هقتله لانه عارف ان سيدنا عيسى هو اللي يقتله. وان يكن وان لم اكن بينكم فكل امرئ حجيج نفسه. فالنبي حب يعرف لانه خايف على الامه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان النبي راح باعت سيدنا ابا وسلد يعني حملته بكام شهر لحد ما اتولد يعني. فراح سالها يا ام صافي يا ام ابن صياد هو انت حملتي لما حملتي في ابن صياد دوت حملتي فيه كام شهر؟ فقالت له 12 شهر. ما شاء الله عيال مستويه. خد بالك احنا بنضحك علينا في 9 شهور يعني. خد بال حضرتك. فقالت له حملت فيه 12 شهر. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سلها سلها عن صيحته حين وقع لما نزل من بطن امه. الصرخه بتاعته كانت صرخه قويه ولا كانت صرخه طفل لسه نازل؟ فقالت له كانت صرخته صرخه طفل بقاله شهر مولود. يعني كان نازل صوته ما شاء الله مش صوت ضعيف ولا حاجه. فواضح ان يعني ولادته وحياته وتصرفاته وكلامه كله امر غريب جدا. وده اللي كان مخلي النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في امر هذا الرجل، هل هو فعلا المسيح الدجال ولا هو مش المسيح الدجال. حصلت امور مع بعض الصحابه. شفنا اللي حصل بين النبي وبين ابن الصياد. النبي يروح له يقول له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له اشهد انك رسول الامين او نبي الامين. يقوم هو راح قال للنبي عليه الصلاه والسلام اتشهد اني رسول الله؟ يقوم النبي يغضب يقول امنت بالله وبرسله. ويحاول يساله انت شايف ايه؟ يقول له شايف كاذبا او صادقا او شايف صادقا او كاذبا وحاجات كده. طب شايف ايه؟ يقول له شايف عرش على الماء. يقول له عرش ابليس. يعني ايه الدنيا ملخبطه عنده. فالنبي مش عارف يرسم على الرجل ده على حال بالظبط. لكن النبي برضه عايز يعرف هل هو المسيح الدجال ولا لا. حصل مواقف بقى عجيبه جدا جدا اكدت لبعض الصحابه ان ابن صياد دوت هو المسيح الدجال. واحنا في النهايه هنقول طبعا هل ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا الكلام ده مش صحيح وان هو يدوب دجال من الدجاجله كما قال بعض اهل العلم. ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد ما نذكر بعض الروايات التي وردت في قصه بعض الصحابه مع ابن صياد. ايه اللي حصل يا جماعه؟ نقول بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن الصياد كان ماشي في بعض طرق المدينه. خد بالك. فهو ماشي فقال له قولا اغضبه. سيدنا عبد الله بن عمر حب يختبر حاجه في ابن الصياد. خد بالك. ودي دليل على المسابقه اللي احنا كنا بنقولها بقى اللي هو ايه هي الحاجه اللي هتخرج الدجال المسيح الدجال من الكهف او من الدير اللي هو عايش فيه يعيش في الارض بعد ذلك فسادا وافسادا. هو يخرج من غضبه يغضبها. هي دي الاجابه الصحيحه. يبقى السبب في خروج المسيح الدجال غضبه شديده جدا هيغضبها فيكسر القيود ويخرج ويسيح في الارض زي ما قلنا يا جماعه ويعني ويملا الارض فتنه. ويعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فابن عمر قال لابن الصياد قولا اغضبه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ لكم ان تتخيلوا حاجه فوق الخيال. الحديث رواه مسلم. يعني لولا صحه الاسناد لقلنا الكلام ده من نسج الخيال. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابن عمر لما قال لابن الصياد كلمه خلته يغضب بدا ينتفخ زي البالونه. حضرتك متخيل المنظر؟ حضرتك متخيل المنظر؟ بدا ينتفخ لحد ما ملا ما بين هذا البيت وما بين هذا البيت، يعني ملا الشارع كله. مين فينا ممكن يصدق الكلام ده؟ كلام عجيب جدا. قال له كلمة خلاه يغضب فبقى يزمجر كده وينتفخ وشه يتنفخ وبطنه وصدره ورجليه وايديه لحد ما ملى الطريق كله لحد ما ابن عمر نفسه ما بقاش عارف يعدي. ابن عمر راح أول ما شاف المنظر طبعا اترعب وراح جاري مباشرة على مين؟ على أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله بن عمر اللي هي حفصة بنت عمر. راح داخل عليها. هي قبل ما يوصل عبد الله بن عمر كان الخبر بتاع ابن صياد وصل لحفصة رضي الله عنها وأرضاها. قالت له إيه اللي أنت عملته ده؟ رحمك الله. ما أردت من ابن صائد؟ إيه اللي خلاك تعمل معاه كده؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. أنت مش عارف إن النبي قال إن المسيح الدجال هيخرج من غضبة يغضبها. أنت بتغضب ابن صياد ليه وأنت عارف إن إحنا لحد الآن شاكين هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال لحد ما النبي نفسه ما هوش عارف لحد هذه اللحظة لأن لم يأتيه الوحي.
بأمر قاطع في شأن المسيح الدجال وشأن إيه؟ ابن صياد. فقلت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد، إيه اللي خلاك تعمل معاه كده؟ أنت مش عارف إن هو لو كان المسيح الدجال كان هيخرج من غضبة يغضبها. في رواية تانية بقى إن ابن عمر، خد بالك بقى إن ابن عمر، طب تعالوا نعلن عن نتيجة المسابقة عشان الناس مستعجلة، الناس اللي بعتوا المسابقة بتاعت المسيح الدجال. احنا قلنا هو في طبعا ناس بعتت اجابات غير صحيحه وبشكرهم طبعا والله على مشاركتهم، ربنا يجازيهم عنا كل خير، وفي ناس بعتوا اجابات صحيحه، لكن انا قلت هختار اول اجابتين صحاح. فكانت الاجابه الاولى الصحيحه من الاخت ساره سمير القاضي، الاخت ساره سمير القاضي، والاجابه الثانيه الاخت يسرى محمود من القاهره، الاجابه الثانيه الاخت يسرى محمود من القاهره. أرجو أن هم بكرة إن شاء الله أو بعده براحتهم يعني إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا اللي هي خلف المسجد الأزهر في درب الأطراف. كل واحدة تاخد مجموعة كاملة من الكتب، والمفاجأة اللي أحسن من ده كله إن شاء الله هياخدوا مع ودي حاجة يعني من صاحب المكتبة ربنا يبارك فيه أنه هو قال مع المجموعتين كل واحدة تاخد مجموعة ومعاها آخر إصدارين لسه صادرين الأسبوع دوت، قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم وتفسير جزء عامة والقواعد الذهبية لحفظ القرآن برضو للأطفال. فدول آخر كتابين هيتاخدوا عشان ما تنسوش مع المجموعتين، يبقى تاخد المجموعة كاملة، ومع المجموعة كاملة تاخد آخر كتابين تفسير جزء عام للأطفال وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال، ودول آخر حاجتين صدروا فهياخدوهم مع المجموعتين. مبروك عليكم، ربنا يبارك فيكم، تروحوا إن شاء الله على المكتبة وتاخدوا الحاجتين المجموعتين بكرة إن شاء الله. طيب تعالوا نكمل بقى في رواية ثالثة إن ابن عمر، والرواية الثالثة دي عند مسلم، في يوم من الايام ماشي فلقي ابن صياد. خد بالك يبقى الوقعة الاولى اللي حصلت مع ابن عمر انه ماشي فقابل ابن صياد حب يختبره، راح قال له كلمة اغضبته، فلما قال له كلمة اغضبته اخذ ينخر كده وينتفخ لحد ما ملى الطريق كله ومحدش كان عارف يعدي من انتفاخه، حاجة كده زي البالونة، ورجع تاني طبعا نزل يعني، بس ايه سبحان الله يعني كان منظر عجيب جدا. فلما دخل على حفصة قالت رحمك الله ما أردت من ابن صياد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها. الرواية الثانية أن ابن عمر لقي ابن صياد وكان منظر عجيب جدا. احنا عارفين لما وصفنا يا جماعة وصف المسيح الدجال، أو لما النبي وصف وصف المسيح الدجال، أخبر أن في عين ممسوحة والعين التانية ناتئة بارزة وعليها كده قطعة جلد كده نازلة متدلية على عينه، فمنظره عجيب جدا، وموجود بين عينين الاثنين مكتوب كلمة كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، حتى لو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب ربنا هيمكنه من انه يقرأ هذه الكلمة ويعرف ان ده المسيح الدجال. عبد الله بن عمر، والحديث رواه مسلم، في يوم الايام ماشي ببعض طرق المدينة فلقي ابن صياد، لقى عين من عينيه نفرت وأصبحت بارزة ناتئة واضحة جدا طالعة بره كده، فتعجب فقال متى فعلت عينك ما أرى؟ انت عينيك دي حصل لها الموقف أو حصل لها الهيئة الجديدة دي امتى؟ عينيك دي يا ابن صياد ايه اللي خلاها طلعت بره وامتى طلعت بره؟ فقال له لا أدري. فقال سبحان الله لا تدري وهي في رأسك؟ يعني عينيك اللي هي في راسك، يعني ممكن واحد مثلا يطلع له حباية في رجليه فمش واخد باله منها، يطلع له حباية في ركبته برضه مش واخد رجليه تتجلط او تتخبط برضه مش دريان، لكن ده عينيك دي في وشك وعينيك طلعت بره وانت مش واخد بالك منها. فقال لا تدري وهي في راسك. ثم جاء ابن عمر حتى دخل على ام المؤمنين حفصه فحدثها فقالت ما تريد منه؟ انت عايز من ابن الصياد؟ الم تعلم انه قد قال، أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ كأنها كانت بتحذر أخوها ابن عمر من أن هو ما يغضبش ابن صياد، لأنه لو كان المسيح الدجال هيخرج من غضبة شديدة جدا جدا، والغضبة دي هتخليه يعيث في الأرض فسادا وإفسادا. طب تعالى نشوف صحابي تاني حصل معاه برضه موقف عجيب جدا جدا، وبعدها مباشرة بقى بعد ما نذكر قصة الصحابي دوت مع ابن صياد هنذكر بعدها هل ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا ولا لا؟ هنذكر رأي راجح في هذه المسألة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، يبقى احنا ذكرنا قصتين لعبد الله بن عمر مع ابن صياد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكك ان هو المسيح الدجال ولا لا، واللي كتير من الصحابه شاكين هل هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال. طيب نشوف صحابي تاني مين؟
سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. أبو سعيد الخدري حقيقة حصلت معاه قصة مع ابن صياد، قصة عجيبة جدا. وبينه وبينك أنا عدت أتخيل النهاردة وأنا بقرأ القصة ديت، عدت أتخيل نفسي لو كنت مكان أبو سعيد الخدري كان واحد ممكن يكون مات كده من الخضة من الموقف اللي حصل له. بيقول خرجنا حجاجا او عمارا، خرجنا بيقول مش فاكر اذا كنا خارجين للحج او العمره مش فاكر، المهم بيقول وكان معانا ابن صياد ابن صائد. بيقول فنزلنا منزلا، يعني بالبلدي كده هم ماشيين في الطريق كده رايحين يحجوا، استريحوا في مكان من الاماكن. بيقول فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لما نزلت استريح تفرق الناس، كل واحد كده اختار شجره عشان ينام في الظل بتاعها. جيت انا نام تحت شجره اللي جنب مين؟ ابن صياد. بختك يا ابو فخيد زي ما بيقولوا، يعني بختي وقع في ابن صياد. فبيقول فلقيته قاعد جنبي. بيقول فاستوحشت منه وحشة شديدة، شكله مخيف جدا، عينيه طالعة لبره وشكله غريب، ولما حد بيغضبه بينتفخ، فقال لك لحسن انتفخ وانا جنبه يعني الدنيا تخلص معايا. فقال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، ما طول اليوم عمالين بنسمع عمر بن الخطاب بيقسم ده والله ده المسيح الدجال، وفلان بيقسم، وجابر بن عبد الله بيقول لك والله ده المسيح الدجال. فبيقول من كتر ما الصحابة عم يذكروا ان هو ده المسيح الدجال، واحنا بنسأل النبي والنبي لم يقطع في هذه المسألة، مش يعني لان الوحي لسه ما قالوش وما قالوش اذا كان ده المسيح الدجال ولا لا. فقال فانا استوحشت منه، يعني كل الصحابه قاعدين مع بعض وانا الوحيد اللي قاعد مع ابن صياد وربما يكون المسيح الدجال. قال فحسيت بوحشه وخوف شديد. فجاء ابن صياد بمتاعه ووضعه مع متاعه. حب ابو سعيد الخدري انه يبعد ابن صياد عنه، فبيقول له يعني الدنيا حر جديد النهارده ابن الصياد، يعني عايز يقول له ايه خف كده وخليك حلو وروح شوف لك شجره ثانيه واخد بالك، ولا اعمل اي حاجه، المهم يعني ايه ابعد عني. فقال له يعني ان الحر شديد، فلو وضعت متاعك تحت هذه الشجره لكان افضل، يعني عايز يقول له ايه خليني انا تحت شجره لوحدي وانت تحت شجره لوحدك عشان انت عارف الدنيا حر ويعني الدنيا مش ناقصه يعني. ففعل. قال فرفعت لنا غنم، فجأة لقينا حد معدي كده بغنم، فراح ابن الصياد عايز يعمل خير بقى، فراح جايب كده ايه اناء وراح طالب من الراجل يملاوله لبن، وراح جايب اللبن وراح داخل يعزم على مين؟ على ابي سعيد الخدري. فقال اشرب يا ابا سعيد. فقلت له والله ان الحر شديد وان اللبن حار، يعني بيقول له الدنيا حر قوي واللبن اكيد هيكون سخن، فانا مش عايز اشرب. يعني هو ما بيقولوش كده عشان حاجه، هو بيقول انا يعني كرهت ان انا اشرب من ايديه، يعني بالبلدي كده قرفان اشرب من ايديه. اذا كان بيقولوا ان هو المسيح الدجال هروح انا اشرب لبن من ايدين المسيح الدجال؟ فبيقول انا حسيت ان انا مش طايق اشرب من ايده حاجه، هو مش طايق ان هو يقعد جنبي. فاذا بابن صياد يتغير وقال يا ابا سعيد والله لقد هممت ان اخذ حبلا وان اشنق نفسي، يعني انا خلاص بجد زهقت من الدنيا. ده مين بيقول كده يا جماعه؟ ابن صياد. فابو سعيد الخدري بيقول له ليه؟ قال له مما يقول الناس علي؟ الناس عماله تقول ان انا الدجال، ان انا المسيح الدجال، المسيح الدجال. طب ليه كده يعني؟ ما انا اتخنقت خلاص بقى، انا بجد انا قربت ان انا انتحر، يعني بعد كلامه انا قربت انتحر. وراح رامي كلمتين حلوين قوي قوي لابو سعيد الخدري، ولكن زي ما بيقولوا كده ايه؟ ختمها يعني بختمه يعني صعبه جدا. قال له ايه؟ قال له يا أبا سعيد ده أنتم الأنصار وأنتم أعلم الناس وأنتم أعلم الناس بحديث الرسول، ده أنتم أكتر ناس سمعتوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، معقولة أنتم يلي أدرى الناس وأعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتوش عارفين مواصفات الدجال ولا صفة الدجال؟ طب ده النبي قال إن المسيح الدجال، خد بالك بقى، أنه كافر. طب ده أنا مسلم وطالع معاك أهو أبا حج، وقال ان هو ملوش اولاد، انه لا عقب له، يعني المسيح الدجال لا ينجب، ما لا يتجوز ولا بينجب، وانت عارف ان انا سايب اولادي في المدينه. والحاجه الثالثه ان هو قال ان هو ما يدخلش لا مكه ولا المدينه، وانا جاي معاكم المدينه ورايح مكه، يبقى ازاي انا المسيح الدجال؟ فقال ابو سعيد الخدري والله حتى كدت ان اكذب نفسي وان اصدق ابن صياد. قال بس كلام مقنع صحيح، كلام جميل، الراجل بيقول ده المسيح الدجال كافر وانا مسلم، هو يا ابو سعيد مش انا جاي معاكم؟
ده انا جاي معاكم وخارج مع النبي وخارج مع الصحابه وطول السكه عمال بقول لبي لبيك اللهم لبيك، وقاعد معاك وهو وبسمي باسم الله وبصلي معاك، مش انا مسلم؟ فقال له اه صحيح، مسعين مسعين الدجال كافر، حتى مكتوب بين عينيه كافر. خد بالك ركز معاه في القصه. قال له الحاجه الثانيه، هو مش النبي قال ان المسيح الدجال ما بيخلفش؟ قال له اه. قال له طب ده انا سايب اولادي في المدينه، يبقى لا يمكن يكون مسيح الدجال. والحاجه الثالثه يا سيدي اللي اجمل من ده كله، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسيح الدجال لا يمكن ابدا يخش لا مكه ولا المدينه، لان الملائكه اللي موجودين على حدود مكه والمدينه معاهم سيوف مسلطه، اول ما يحاول الدجال انه يخش هيضربوه بالسيوف فما يقدرش يخش. طب ده انا لسه جاي من المدينه ورايح مكه، ايه رايك يا ابو سعيد؟ قال حتى كدت ان اصدقهم. ثم قال ابن صياد بعد ما قال الكلمتين الحلوين، خد بالك لو كان سكت كانت الدنيا هديت وخلاص والامور بقت جميله، وكان ابو سعيد الخدري ممكن يروح ينقل الكلام دوت لعمر وجابر وكل الصحابه يقول لهم فعلا راجل كلامه مقنع، ده لا يمكن يكون المسيح الدجال. لكن راح رامي كلمتين في الاخر، كلمتين صعبين قوي. قال له عارف يا ابا سعيد؟ قال له ايوه يا ابن صياد. قال له عارف الدجال؟ قال له اه. قال له والله إني لأعلم أين هو الآن، إني لأعرف مولده وأين هو الآن. فقال أبو سعيد تبا لك سائر اليوم. يعني بالبلدي كده ربنا ياخدك، يعني فاهم ازاي؟ يعني بقى انت عمال تقول الكلام ده كله لحد ما اقنعتني ان انت فعلا مش مسيح الدجال، وجاي في الاخر تقول لي ده انا عارف هو اتولد فين وهو قاعد فين دلوقتي، يعني كان واحد من العيله. في روايه ثانيه قال له بقى كلمه اصعب، بيقول له اما اني والله اعلم اين هو الان، خد بالك، واعرف اباه وامه. واعرف ايه؟ اعرف ابو المسيح الدجال وام المسيح الدجال. فقيل لابن الصياد ايسرك انك ذلك الرجل؟ يعني كان يسرك ان انت يا ابن الصياد تكون المسيح الدجال؟ قال والله لو عرض علي ما كرهت، يعني مفيش حاجه بتخسر، فاهم ازاي؟ والله لو قالوا لي تبقى المسيح الدجال يا سلام، ده انا ابقى حاجه جميله قوي، ده حتى المسيح الدجال مشهور قوي وبقى نجم من نجوم اللي، يعني فاهم ازاي؟ ده حتى اهو بيسخر في الفضائيات اهو، واخد بالك؟ سبحان الله. فالصحابه بقى شاكين في امره، ده انا بقول لك يعني ده انت اقنعتني خلاص فعلا ان انت مش مسيح الدجال، وفي الاخر تقول لي ده انا عارف هو اتولد فين وعارف ابوه وعارف امه وعارف هو قاعد فين دلوقتي. فبيقولوا طب تحب تكون المسيح الدجال؟ قال لهم طبعا لو اتعرض عليا والله ما اكرهش حاجه زي كده. طب نخلص الموضوع ده بايه؟ هل ابن الصياد هو المسيح الدجال؟ شفت بقى الملابسات دي كلها؟ ذكرت لك النبي عمل ايه؟ وراح وحاول يعرف اخباره ازاي؟ وبدا يسال وبدا يعرف وبدا يتطقس حواليه ويعرف يشوف، مش عارف يوصل، لان برضه الوحي ما جاش قال له اذا كان ده المسيح الدجال ولا لا. الصحابه يقسموا في وجود النبي ان هو ده المسيح الدجال، والنبي لا ينكر عليهم. وطبعا كون ان النبي لا ينكر عليهم، خد بالك ده برضه عامله مشكله مع الصحابه التانيين. يعني لما عمر بن الخطاب اللي هو اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، الحديث المسند بسند صحيح. والنبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديث أيضا في المسند بسند صحيح. فكون إن عمر بن الخطاب الملهم الفطن يقسم بالله إن ابن صياد ده هو المسيح الدجال والنبي يسكت ولا ينكر، أنت عارف إن سنة النبي إيه؟ سنة فعلية وسنة قولية وسنة الإقرار، سنة إقرارية إن النبي يقر على أمر معين، يبقى دي سنة. كون ان انا اعمل حاجه والنبي يسكت وما ينكرش عليها ده اسمها ايه؟ اقرار. النبي اقرني على ان انا اعمل الحاجه دي، يبقى اذا دي سنه. او ان انا اقول للنبي حاجه فيقر فيسكت النبي، يبقى النبي اقر ان انا اعمل او اقول هذه الكلمه. فكون ان عمر يقول هو ده الدجال والنبي لا ينكر عليه، فاعتبرها بعض الصحابه ان هي ايه؟ ان اعتراف من النبي ان ممكن يكون هو ده فعلا الدجال. طيب نخرج من الموضوع ده كله، وشفنا الصحابه بقى حصل معاهم ايه، شفنا عبد الله بن عمر حصل معاه ايه، شفنا ابو سعيد الخدري حصل معاه ايه. طيب المجمل بقى، ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ فكر كده بعد الفصل تعرف. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. نرجع مرة تانية لقصة ابن صياد.
قلنا كل الملابسات التي وردت في شأن قصة ابن صياد. احنا ما بعدناش عن قصة الدجال، لان قلنا ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشك في ان هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو، والصحابة كتير من الصحابة كانوا بيشكوا هل هو المسيح الدجال ولا لا. طيب نخرج بقى بالخلاصة في هذه المسألة يا جماعة، هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال؟ الحقيقة احنا قلنا ان النبي كان بيشك في امره، وان سيدنا عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابو ذر الغفاري الاربعه دول بالذات كانوا فعلا كانوا بيحلفوا ويقسموا ان ابن صياد هو المسيح الدجال. لكن وكان ابن صياد كان بيسمع هذا الكلام وكان يتأذى جدا جدا من كلام الصحابه في هذه المساله. لكن زي ما قلنا اختلف العلماء في شأن ابن صياد هل هو المسيح الدجال ولا لا. فالإمام الشوكاني والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام القرطبي والإمام النووي قالوا فعلا ابن صياد هو الدجال، ولكن في المقابل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام البيهقي ذهبوا إلى أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال. ولذلك قال الإمام ابن تيمية، خد بالك بقى هقرا لك كلامه، قال إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال، وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية، ولذلك كان يذهب ليختبره. وقال ابن كثير والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، وذلك لحديث فاطمة بنت قيس، وهو فيصل في هذا المقام، اللي هو حديث تميم الداري اللي هو قصة الجساسة، لما تميم الداري راحت المركب بتاعتهم يعني حصل الأمواج يعني إيه ودتهم كده لجزيرة من الجزر، ووصلوا هناك ولقوا الجساسة، والجساسة خدتهم للدير وشافوا المسيح الدجال. فده أكبر دليل، ده تميم الداري شاف الدجال بنفسه، شاف حاجة يعني خلقة عظيمة جدا، وشافه مربوط وموجود في الدير في نفس الوقت اللي ابن صياد فيه موجود في المدينة. فازاي هيكون الدجال موجود في الدير وفي نفس الوقت موجود في المدينة؟ فده أكبر دليل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وهو ده الرأي الراجح وهو رأي شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والإمام البيهقي، وهو ده رأي راجح أن ابن صياد ليس هو الدجال، ولكن هو من جنس الدجاجيلة، رجل كاهن ورجل دجال أيضا، ولكنه ليس المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. سبحان الله، يعني تمر الأيام ويموت ابن صياد، يموت إمتى محدش يعرف بالضبط، لكن الصحابة بيجزموا أن هو في معركة الحرة اللي كانت بين الحجاج وبين أهل المدينة، في هذه المعركة بالذات فقدوا ابن صياد، ما لقوهوش خالص، اختفى مرة واحدة كده دون أن يظهر، ومنذ هذه اللحظة لم يجدوه لا في القتلى ولا في الأسرى، ولكنه اختفى فجأة. قال جابر بن عبد الله كما عند أبي داود، فقدنا ابن صياد في يوم الحرة. طبعا في بعض الروايات، وهي روايات ضعيفة جدا، بتقول ان هو مات في المدينة وانهم كشفوا عن وجه ابن صياد وصلوا عليه، ولكنها رواية ضعفها الحافظ ابن حجر، يبقى ابن صياد اختفى في معركة الحرة. طيب تعالوا بقى نرجع للدجال مرة تانية عشان نشوف حال المسلمين في الوقت اللي هيظهر فيه الدجال، والثلاث سنوات اللي كان عايشها المسلمون قبل ظهور الدجال كان حالهم عامل ازاي، والدجال لما هيظهر هيظهر امتى وهيظهر فين، وفي النهاية ازاي هتكون نهاية الدجال، وفي النهاية بقى ازاي ان احنا ننجو من فتنة الدجال. في الحقيقة احنا هنقول اللي نقدر نقوله النهاردة، وفي الغالب هنحتاج لحلقة اخيرة هنختمها الحلقة القادمة إن شاء الله في قصة المسيح الدجال، وهنتكلم عن كيفية النجاة من فتنة الدجال، والموضوع خطير جدا، ولذلك خليته 4 حلقات لأن ده أكبر فتنة. لو هنتكلم عن الفتن اللي موجودة في كل العصور والأزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أكبر فتنة موجودة أو وجدت على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال. طيب حال المسلمين يا جماعة في العصر اللي يخرج فيه الدجال، قال العلماء وقالوا ان قبل خروج الدجال هيكون المسلمين لهم شأن كبير جدا جدا وقوة عظيمة جدا، ويبدو ان خروج الدجال ده من ضمن الاسباب اللي يعني من اسباب خروجه ان هو القضاء على هذه القوة. ولذلك سبحان الله
يوضح لك ان المسلمين في وقت ظهور الدجال او قبل ظهور الدجال مباشرة، يوضح لك قوة المسلمين قد ايه كانوا اقوياء جدا، وقد ايه ان هم فعلا هيكونوا في قوة شديدة جدا، وهتكون الخلافة الاسلامية اما انها اقيمت بالفعل او انها على وشك القيام، لان انتوا عارفين ان المهدي عليه السلام هيظهر قبل ظهور المسيح الدجال، وهتكون الأمة كلها مهيئة، وهيكون المسجد الأقصى عاد، أنا بربط لك بين الأحداث، هيكون المسجد الأقصى عاد مرة أخرى إلى حظيرة المسلمين. والدليل أن المهدي عليه السلام حينما يصلي بالمسلمين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ينزل عيسى عليه السلام في هذا الوقت مسندا يديه على جناحي ملكين، وينزل فالمهدي يتأخر عشان يخلي سيدنا عيسى إمام للمسلمين، لأن طبعا يعني يقينا أن سيدنا عيسى أفضل من المهدي، لأن المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عيسى عليه السلام فهو رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل خمسة على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، يحاول يرجع عشان يخليه إمام، فيشير إليه عيسى عليه السلام أن يعني اثبت مكانك، فإنما أنت إمامهم، تكرمة الله عز وجل هذه الأمة إن أنت اللي تكون الإمام. ولذلك أثنى النبي على هذه الأمة المباركة وقال: من الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. فدي كانت من ضمن المنقبة أو المناقب العظيمة التي أضيفت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن واحد من أمة المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إمام برسول من أولي العزم الخمسة اللي هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. في هذا الوقت اللي يوضح لك ان المسلمين هيكونوا قوة عظمى في الارض، هيتصالح المسلمون مع الروم. الروم هنا زي ما قلنا يا جماعة قبل كده هم امريكا او امريكا وبلاد اوروبا، دي كلها بتسمى الروم. والنبي عليه الصلاة موضح ان احنا هنتصالح مع الروم وهنغزو عدوا مشتركا بيننا وبينهم. هذا العدو هيكون من قبل المشرق. ايه العدو ده بقى؟ الله اعلم به. بعض الناس بتخمن تقول يا ترى يكون الصين، يا ترى يكون مش عارف ايه، ما لناش دعوة. احنا بنقول اللي قاله النبي ونتوقف عند النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي بقى ان احنا نخمن ونحن نقول يا ترى هم الصين ولا ايران ولا مش عارف ايه، ما لناش دعوة بالكلام ده كله، احنا نتوقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا امنا. انا عايز اوصف لك قبل ظهور الدجال، وقبل ما اوصف لك ازاي الدجال هيظهر، بوصف لك الفتره اللي كان المسلمين المسلمين هيعيشوا فيها قبل ظهور الدجال. وخد بالك من حاجه، قبل ظهور الدجال، وده كان من ضمن اسباب الفتنه، ان هيبقى فيه 3 سنوات عجاف، ما فيش لا مطر ولا خير ولا اكل ولا شرب، والدنيا صعبه جدا رغم قوه المسلمين، بس هيكون فيه 3 سنوات صعبه جدا جدا. فعشان كده لما يظهر الدجال ويقول للارض انبتي وللسماء امطري، الناس هتجري وراه، اصحاب القلوب المريضه طبعا، انما اصحاب القلوب المؤمنه لن يزيدوا الا ايمانا وثباتا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نرجع للحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا. خد بالك، فتغزون أنتم وهم، أنتوا الاثنين مع بعض، ستغزون عدوا من ورائكم. هيحصل إيه؟ فتنصرون وتغنمون وتسلمون. إن المسلمين في وقت من الأوقات، وهي دي بداية الصلح واضحة دلوقتي، الآن العلاقة بين المسلمين وبين أمريكا وبلاد الغرب الآن علاقة، يعني مش عايز أقول ود، بس يعني علاقة في أمان ما بينهم، يعني في إيه؟ في صلح، ما فيش لا خصام ولا في حروب ولا في مشاكل. وده بدايات ظهور، يعني إيه بدايات التوضيح الحديث النبي عليه السلام إن فعلا خلاص في صلح الآن موجود. هيحصل بقى بعد فترة الصلح دي حرب كبيرة جدا جدا، ملحمة كبيرة جدا، بس هي قبل الملحمة دي هتحصل الحرب دي، ان المسلمين مع الغرب هيحطوا ايديهم في ايدين بعض ويقاتلوا عدو مشترك من جهة المشرق. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ بيقول فتنصرون، هتنتصروا بسرعة شديدة جدا، وتغنمون وتاخدوا غنائم كتيرة جدا، وتسلمون وترجعوا في منتهى السلامة، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين. خد بالك أنا بوصف لك الموقف اللي النبي بيحكيه بقى. فيغضب رجل من المسلمين فيدق الرجل، يعني يقتله، فعند ذلك تغدر الروم.
الروم اللي كانوا حاطين ايديهم مع ايدين المسلمين، اول ما يحصل ان واحد من النصارى يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فالمسلم هيقتله فتقدر الروم. ايوه مدر طيب اختي لسه ورد سؤال من الامارات، اختي بتسال هل المسيح الدجال هل هو من نسل ابن صياد؟ ما عندناش طبعا اي دليل على هذا الكلام، وطبعا واضح ان هو مش من نسل ابن صياد لان ابن صياد كان عايش في نفس الوقت اللي عايش فيه المسيح الدجال. معلش هو السؤال جايني في الاربيز يعني. دي نقطه بتقول هل هو اسمه المسيح الدجال ولا المسيخ الدجال؟ لا يعني الحقيقه هو الراي راجح في اقوال اهل العلم، بعضهم قال ان هو المسيح وبعضهم قال المسيخ، واخد بالك على اساس ان هو ممسوخ الخلقه، لكن الحقيقه الراي الراجح اللي وقفت عليه ان هو المسيح الدجال، لان هذا هو مسيح الهدى اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام الذي يسيح في الارض لينشر دين الله عز وجل، وهذا هو المسيح الدجال الذي ينشر الدجل وينشر الضلال في الارض، فسمي هذا مسيح الهدى وده مسيح الضلاله، ان ده مسيح المسيح ابن مريم عليه السلام ودوت المسيح الدجال كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فالنبي بيقول ايه؟ فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، ولأن طبعا إيه ذكرنا الملحمة وهنذكرها دلوقتي حالا. الملحمة دي بقى هيقتتل فيها المسلمون والنصارى في أرض الشام حتى يمر الطير أمام يعني فوق هذه الجثث المقتولة دي كلها فلا يصل إلى آخرها حتى يموت، يخر ميتا من نتن الريح يا ذنب الله وزخم الريحة سبحان الله، حتى تسير الخيول في الدماء للركب. الدماء انت عارفين ان الدم الرمال يا جماعة تشرب المية وتشرب اي سائل الا الدماء، الدماء بمجرد ما بتنزل من جسد انسان بتتجلط على وجه الارض ولا تنزل، فمن كتر ما دماء فوق دماء فوق دماء تكتر الدماء فتسير الخيول في الدماء حتى الركب. ليه؟ لان النصارى في هذا الوقت هيجوا في 80 راية مع كل راية 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل، يعني 1,000,000 مقاتل تقريبا هيجوا يقاتلوا المسلمين في الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى اللي هتكون بعد ما المسلمين يحطوا ايدهم في ايدين الروم ويقاتلوا وعدوا من جهة المشرق، وبعدها يحصل الغدرة ديت فيحصل مقتلة عظيمة جدا وملحمة عظيمة. تعالوا نشوف النبي وصف لنا الملحمة ديت في عجالة سريعة كده ونشوف النبي وصف الملحمة دي عاملة ازاي. خد بالك بقى الملحمة ديت النبي بيقول ايه؟ لا تقوم الساعة، خد بالك بقى وركز معايا مع الفاظ الحديث، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بضابق مكان في الشام فيخرج إليهم جيش من المدينة. خد بالك الجيش خارج منين يا جماعة؟ خارج من المدينة. أنا عايز أربط لك بين الأحداث، يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصفوا وقفوا كده صفوف قدام بعض خلاص الروم قدامنا وإحنا واقفين كده والجيش طالع من خيرة أهل الأرض من المدينة من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا تصفوا قالت الروم، خد بالك بقى من دقة اللفظ، خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم. خلوا بيننا وبين الذين سبوا، يعني اللي انتوا ثبتوهم اللي انتوا خدتوهم ماشي، وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المسلمين لما انتصروا عليهم خدوا عدد كبير جدا من هؤلاء الناس. الناس اللي خدوهم دولت لما شافوا أخلاق المسلمين وسماحة الإسلام وجمال هذا الدين العظيم أسلموا فبقوا إخوة لنا. فلما يحصل قتال بين المسلمين في الملحمة الكبرى ديت بين المسلمين وبين هؤلاء الناس من الروم اللي يحصل، فالروم بيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، انتوا بقى يعني خليكم كده على الحياد لحظة عقبال ما احنا نقاتل اللي ارتدوا في نظرهم يعني اللي سابوا الديانة بتاعتنا وراحوا دخلوا في الاسلام، سيبونا نقاتلهم الاول وبعد ما نخلص منهم نبقى نقاتلكم. يوم المسلمين يقولوا ايه؟ لا نخلي بينكم، خد بالك بقى، وبين اخواننا. هم دولت بعد ما اسلموا بقوا اخواننا، بقوا ايه؟ بقوا اخواننا. علشان كده يا جماعه احنا ما بنفرحش القتل كافر على قد ما بنفرح باسلامه. خد بالك
ان لما النبي عليه السلام كان بيقاتل الكفار والمشركين ما كانش بيفرح بقتلهم على قد ما كان بيفرح باسلامهم. وزيك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت قوته, واحنا شرحنا الموضوع ده اكتر من مرة, كانت قوته باربع تلاف رجل في حياته كلها وبغزواته كلها وكل الحاجة كلها لم يقتل الا رجلا واحدا اللي هو ابي بن خلف, وانت عارفين قصة قتله. ليه ما قتلش غير واحد؟ هو النبي ما كانش قادر يقتل اكتر من كده؟ النبي كان قادر يقتل جيش كامل لوحده, اما ليه ما قتلهمش رغم انهم اذوه واذوا الصحابة, طردوا النبي من مكة صلى الله عليه وسلم واتهموه في عرضه ودبروا 9 مؤامرات لقتله, ورغم ذلك لم يقتل الا رجلا واحدا. ليه؟ لان ربنا وصفه بكده, قال ايه؟ قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان عايز لهم ايه؟ الجنة, قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هو عايزهم يسلموا, هم عايزهم عايز يعبدهم لله سبحانه وتعالى, هو مش عايزهم يتقتلوا. هو مش فرحته, فرحة النبي بان واحد يعني لما, وان كان حديث فيه يعني مقال لما جنازة رجل يهودي معدية من قدام النبي والصحابة, فيبكي النبي فيكون هذا رجل يهودي يا رسول الله, قال نفس تفلتك مني الى نار جهنم, وفي الحديث مقال واخد بالك. فالنبي زعلان, زعلان ان واحد يموت قبل ما يسلم ويخش الجنة. والحديث الثاني في البخاري, حديث تاني في البخاري لما النبي يسمع عن غلام يهودي مريض فيروح يزوره ويدعوه الى الاسلام, يقول له يعني اسلم, او يقول له يعني اسلم يا غلام, فالغلام بيبص لابوه خايف من ابوه, ابوه يهودي, فيقول له ابوه اطع ابا القاسم, فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيبتسم النبي ويخرج ومبتسم وفرحان ويقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم. الله, شفت قد ايه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم, ده بالنسبه لنا احنا بقى, انما بالنسبه للكفار وبالنسبه للامم الثانيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اول ما يلتقي الروم مع المسلمين في الملحمه ديت, الروم هيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلوا بالناس اللي جم عندكم واسلموا, سيبونا نقاتلهم الاول. يقولوا لا, لا نخلي بينكم وبين اخواننا, فيبدا القتال. خد بالك بقى الملحمه هتتم ازاي. يوم النبي بوضح لك ان الجيش ده هينقسم لثلاث اقسام. ركز معايا وركز معايا ام الفاضله, انا بحاول اشرح الموضوع ببساطه شديده وبقول الملحمه اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال مباشره. واضح؟ احفل ايه بيقول, فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. اول ما يبدا القتال والجهاد ده بين المسلمين وبين الروم, في تلت الجيش هيهرب. التلت اللي هيهرب ده في الملحمة الكبرى ديت لا يتوب الله عليه أبدا. خد بالك من حاجة, الحديث دوت النبي قاله من إمتى؟ من أكتر من 1400 سنة. والجيش اللي هيطلع يقاتل في الملحمة ديت الله أعلم هيطلع, احنا دلوقتي أكتر من 1400 سنة ولسه الموضوع ما تمش, يعني لسه الملحمة ما بدأتش. فإذا الناس دي كلها عارفة الحديث دوت, وعارفين ان اللي هينهزم امام جيش الروم في الملحمة ديت ان ربنا مش هيتوب عليهم, ورغم ذلك هينهزم. خدت بالك؟ ربنا ما ظلمهمش, ده انتوا عارفين ان اللي هينهزم ربنا مش هيتوب عليه, ورغم ذلك انهزموا. انهزموا يعني فروا قبل ما يبدأ الجهاد. قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا, ده نص الحديث, ابدا ربنا مش هيتوب عليهم. ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله. الله, يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. يتقتل التلت الثاني دولت افضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. قال ويفتح الثلث اللي هو التلت الاخير لا يفتنون ابدا. الله اكبر, يبقى النبي قسم الجيش المسلم اللي طالع من المدينه عشان يقاتل الروم في الملحمه الكبرى, قسمهم كم قسم؟ كم قسم يا جماعه؟ 3. القسم الاولاني هينهزم هيهرب, ده من ربنا مش هيتوب عليه ابدا, ده النبي بيقول كده. والقسم الثاني هيعمل ايه؟ هيتقتل, هيخش ويجاهد فيقتل وينال الشهاده, ومش اي شهاده, هؤلاء افضل الشهداء عند الله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والثلث الاخير هيفتحوا وهينتصروا
ودولت ربنا هيثبت قلوبهم ثبات عظيم جدا، لن يفتنوا بعد هذه المعركة أبدا، هيموتوا على الإيمان والتوحيد. ويقينا ما دام مش هيفتنوا وهيثبتوا لحد ما يموتوا، يقينا من أهل الجنة، وده تقرأوا ما بين سطور الحديث. جميل. فيفتتحون القسطنطينية، ده كلام مين؟ سيد البرية ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى التلت دوت، التلت دوت هيفتح القسطنطينية. جميل. فبينما بعد ما فتح القسطنطينية بقى فيه غنائم كتيرة جدا، فبينما هم يقتسمون الغنائم، يبقى ده فتح القسطنطينية، ركز معايا، يبقى الجيش اللي طالع دوت طالع يقاتل الجيش اللي ورايح يفتح القسطنطينية. جميل. بعد ما يفتح القسطنطينية مباشرة ويبقى ولسه بيقسموا الغنائم، وعلقوا، قد علقوا، نص الحديث قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني بأشجار الزيتون، خد بالك، إذ صاح فيهم الشيطان. هيقول الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، يعني المسيح الدجال ظهر في أرض الشام. يبقى إذا حصل قتال بين المسلمين وبين الروم في أرض الشام، وبعد كده راحوا يفتتحوا القسطنطينية، فتحوا القسطنطينية بيقسموا الغنائم، الشيطان هيصرخ ما بينهم، شوف عشان برتب لك الأحداث، الشيطان هيصرخ ما بينهم الحقوا، ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم اللي موجودين في أرض الشام، هيرجعوا. والكلام ده كله كد، خد بالك، هيكون المسيح الدجال لسه ما ظهرش، بس بمجرد رجوع المسلمين من القسطنطينية لحد الشام هيكون ظهر الدجال. واضح المعنى؟ يعني ساعة لما صاح الشيطان وقال لهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم الحو، ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم هناك، هو ما كانش ظهر، هو الشيطان بيكذب عليهم. لكن بمجرد ما هم يرجعوا من القسطنطينية إلى أهليهم، إلى أهليهم في الشام، فيجدون المسيح الدجال. النبي بيقول ايه؟ فاذا جاء الشام خرج، اول ما يوصلوا الشام يخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها، كما اخبر النبي في احاديث اخرى. فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، عايزين بقى يقاتلوا بقى الدجال واعوانه، ما الدجال ده مش طالع لوحده، ده الدجال هيطلع وراه بقى يهود اصبهان، ويطلع وراه ناس كتير جدا، هتبقى فتنة كبيرة. فبينما هم يسوون أو يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة. حلو كده، راجعين من القسطنطينية، واضح يا جماعة، راجعين من القسطنطينية منتصرين، كانوا بيوزعوا الغنائم، الشيطان راح صرخ قال لهم المسيح الدجال ظهر في الشام عند أهليكم، واخد بالك، وكان الكلام ده كذب، لكن بمجرد ما رجعوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام خرج فعلا المسيح الدجال. هم واقفين بيعدوا الصفوف وبيجهزوا نفسهم للقتال، فجأة وقت الصلاة، أقيمت الصلاة، مين اللي صلى بيهم؟ ده هيوضح لك في روايات تانية، اللي صلى بيهم في اللحظة دي المهدي عليه السلام. هم لسه بيصلوا، فإذا بعيسى ابن مريم ينزل، فينزل عيسى ابن مريم، فإذا رآه عدو الله اللي هو مين؟ المسيح الدجال، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه عيسى ابن مريم لن ذاب حتى يهلك. الله أكبر. بيقول لك إن المسيح الدجال أول ما هيشوف سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب جسمه، هيدوب زي ما بيدوب الملح في الماء، لكن سيدنا عيسى عايز يقتله، لأن النبي أخبر إن عيسى عليه السلام لازم يقتله، فمش هيسيبه، فيجري وراه عشان يقتله، فيرجع تاني يستجمع قوته ويبدأ يجري ويهرب من مين؟ من سيدنا عيسى عليه السلام. فالنبي بيقول إيه؟ بيقول فلو تركه، يعني لو سيدنا عيسى عليه السلام سابه من غير ما يجري وراه ومن غير ما يقتله، لو سابه لن ذاب كما يذوب الملح حتى يهلك، كان يذوب لحد ما يموت لوحده. لكن شرف لسيدنا عيسى ان هو يقتل المسيح الدجال ويقضي على اكبر فتنة موجودة على وجه الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، يقتله الله عز وجل بيد عيسى عليه السلام، يعني يقدر الله قتل المسيح الدجال على يد عيسى عليه السلام فيريهم دمه في حربته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لنا هول المعركة اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، وضح ان المعركة ديت من كبر المعركة دي ومن عظم المعركة والملحمة الكبرى اللي هتدور بين المسلمين وبين الروم، ان المسلمين هيبيعوا بعض على الموت 3 أيام ورا بعض، يتبايعون على الموت، ان هو محدش يرجع، هنخرج ومحدش يرجع، كلنا نموت في سبيل الله. تخيل
ويخرجوا ويتبايعوا على الموت، ويجوا في اليوم الثاني يتبايعوا على الموت، اليوم الثالث، حتى ما المسلمين حسوا ان اعدادهم قليله، والمسلمين في اقطار الارض ابتدوا يقلقوا على المسلمين اللي في الملحمه الكبرى ديت. فيبتدي بقى يجمعوا قبائل المسلمين والمجاهدين من كل اقطار الارض فيتجمعون، فتكون النصره بفضل الله في اليوم الرابع. نعرف تفاصيل القصة ونختم بها درس الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى عن يسير بن جابر، والحديث رواه مسلم. وهنختم بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله بمتى سيظهر الدجال، والثلاث سنوات اللي قبل الدجال، ومن أين يخرج الدجال، ومن هم أتباع الدجال، وإيه اللي هيحصل، وهيقعد قد إيه في الأرض، والملائكة إزاي هتحرس مكة والمدينة. ثم نختم في الدرس القادم إن شاء الله بكيفية النجاة من فتنة الدجال. لكن هنختم النهاردة بالحديث اللي هو بيوضح حتة الملحمة دي ازاي تمت، وازاي تمت النصرة للمسلمين على هؤلاء الروم. عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل يقول وهو مفزوع: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، يعني القيامة قامت. فقعد ابن مسعود وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. اليوم الساعه مش هتقوم الا لما الناس توصل للمرحله ديت، مش هيتقسم ميراث، لان الناس خلاص هتزهد في الدنيا ومش عايزين لا فلوس ولا دنيا ولا اي حاجه، زي ما وضح النبي عليه السلام في قصه نزول سيدنا عيسى عليه السلام، قال: حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه. ثم اشار بيده نحو الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقال يسير: الروم تعني، يعني أنت تقصد بلاد الروم يعني؟ قال: نعم. قال ابن مسعود: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يشترطوا على بعض أن نخرج مع بعض مجموعة مش عايزين نرجع إلا وإحنا قد نلنا، يعني فزنا بالشهادة، مش عايزين نرجع، يعني بالبلد كده مش عايزين نعيش، نخش نقاتل في سبيل الله ولا نريد الحياة. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، هيقعدوا يقاتلوا من الصبح لبالليل، حتى ما يجي الليل محدش شايف خلاص يرجعوا، خد بالك. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، محدش فيهم منتصر، لا الروم ولا المسلمين، خد بالك. وتفنى الشرطة، الناس اللي هم طالعين يقاتلوا هيتقتلوا كلهم. ثم شرط المسلمون لليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ويقتل هؤلاء. والمرة الثالثة اليوم الثالث يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، يروحوا يقتلوا من الصبح لحد بالليل ويقتلون جميعا، لحد بقى إيه؟ فإذا كان اليوم الرابع، ده كلام ابن مسعود حديث رواه مسلم، فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، كل الجيوش الإسلامية يا جماعة طلع من كل البلدان ورايح الأرض الشام عشان تقاتل مع المسلمين في الملحمة الكبرى اللي هتكون ما بينهم وبين الروم فيجعل الله الدبرة عليهم، يجعل الفوز والنصرة للمسلمين على هؤلاء الروم، فيقتلون مقتلة، خد بالك، لم يرى مثلها، حتى إن الطائر، اسمع الكلام، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني يمر من قدام من فوق الجثث من أولها لآخرها، مش هيعدي الجثث دي لحد ما يخر إيه ميتا، خد بالك بقى. فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل الواحد، 100 واحد طالعين من عيلة واحدة من المسلمين طالعين يقاتلوا، هيتقتل من 199 ويفضل واحد. فابن مسعود بيقول لك: فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يتقاسم؟ هيفرح بإيه؟ واحد عيلته كلها ماتت، اخوانه وحبايبه وعمه وخاله ولاد عمه ولاد خالته، الدنيا كلها ماتت ولم يبقى احد من العيله، هيفرح بغنيمه؟ مش ممكن يفرح بغنيمه ولا بميراث في هذا الوقت، خد بالك. قال: فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك، واحد عيلته كلها ماتت، في بأس اكتر من كده؟ ايوه. قال: فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في ضراريهم، قال: فيرفضون ما في ايديهم، هيسيبوا كل الغنائم وكل الفلوس وكل الدنيا، فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون
فيبعثون 10 فوارس طليعة، هيبعثوا 10 من الفرسان يقولهم روحوا شوفوا وشوفوا الموضوع حصل ولا ما حصلش، هل الدجال طلع ولا ما طلعش. ال10 فوارس دول هيطلعوا. اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي ايه؟ خد بالك الموضوع ده يحصل بعد قد ايه؟ يمكن بعد 2000 سنة بعد من ظهور النبي عليه السلام يعني، او من كلام النبي. النبي قال الكلام ده من اكتر من 1400 سنة، ولسه كمان سنين طلع، يعني ممكن يكون بعد 1500 سنة، قاعد 1600 سنة، الله اعلم. فالنبي بيقول ايه؟ إني لأعرف أسماءهم، ال10 فوارس دولت اللي طالعين يستكشفوا للمسلمين هل هو ده الدجال ولا لأ. قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الوقت دوت هيظهر الدجال، هيظهر إمتى بالضبط وهيظهر فين ومين اللي هيقف قدامه وهيتقتل ازاي وكيف ننجو من فتنة الدجال ومين هم اكبر ناس هيتبعوا الدجال. دي الحلقة الختامية او الحلقة الختامية يوم الاثنين القادم، فجأة كبيرة جدا، هتسمعوا كلام عجيب جدا جدا ان شاء الله. لكن يعني عايزين نقول ان ربنا ينجينا واياكم من فتنة الدجال. فاضل بالضبط 2 دقيقة ندعو فيهم ان شاء الله. يعني اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إن إخواننا جوعا فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم نجنا جميعا من فتنة المسيح الدجال، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اجعلنا من عطاء تقائك من النيران، يا غفور يا رحمن، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبين النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.